السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم انصر إخواننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 31 من شهر مارس اللي هو شهر 3 لسنة 2024. طبعا مشكور الأخ الحبيب المتابع معانا من هولندا لمشاركته معانا للفيديو دوت. إن شاء الله هنشاهد في الفيديو رفع عاسلة أو نقدر نقول طابق تاني، فعاوزين نشاهد معانا إن شاء الله ونشوف طريقة الأخ. طبعا مشكور مشاركته معانا على الفيديو للواتس أب والسماح بنشره. طبعا الله يبارك في الجميع. ده برواز عسل، الجزء الأعلى زي ما احنا شايفين من البرواز مختوم، فبالتالي نقدر نقول هو حاليا دلوقتي بيحاول يفكك العسل المختوم على أساس البرواز ده لما يتم وضعه في العسلة زي ما احنا شايفين أمامنا يبقى نقدر نقول النحل يستفيد منه، بالخصوص ان ربما يكون الأجواء نقدر نقول باردة. طبعا بالنسبة طبعا للأخ المتابع معانا من هولندا، طيب هو العسلة نقدر نقول وضع فيها برواز العسل وبروازين من شمع الأساس، وحاليا دلوقتي هو هيقوم بعملية نقدر نقول تفقد طابق التربية أو الخلية اللي هي إن شاء الله هيتم رفعها إلى عسلة. نتمنى نشاهد مع الجميع الفيديو. طبعا مشكور كل الأصدقاء اللي بتشارك معانا فيديوهات، نسأل الله يا رب يبارك لهم في نحلهم، اللهم أمين يا رب. أتكلم في ملحوظة بسيطة. في أخ صديق تواصل معايا على الواتس أب وقال لي أنت تكلمت أن لابد أن النحال يخرب حضنة الذكور، وبالتالي تخريب حضنة الذكور باستمرار مش هيكون فيه تلقيح للملكات والتلقيح هيكون سيء. طبعا مشكور الأخ العزيز اللي تواصل معايا على الواتس، أتوقع من مصر. طبعا أخي الحبيب الله يبارك في عمرك، باختصار شديد انت كمية حضنة الذكور اللي انت بتخربها، بالخصوص انا تكلمت في وقت موسم العسل، تمام، يعني نقدر نقول مفيش تقاصر عندك، انما وقت تجييش النحل يفضل طبعا تترك حضنة الذكور. طيب نرجع للفيديو اللي قدامنا. الله يبارك في الاصدقاء. طبعا هو حاليا دلوقتي نقدر نقول بيتفحص الخلية، تمام، ومن ثم بيرفع برواز من الحضنة المغلقة، تمام، يتم وضعه في العسلة، تمام، زي ما احنا شايفين. الله يبارك في الأصدقاء. براويز الحضن المغلقة فقط هي اللي بتترفع في العاسلة، تمام. طبعا شايفين البرواز اللي احنا شايفينه ما شاء الله دوت اللي هو كان لسه في ايده، ده برواز أساس أتوقع تم بناؤه حديثا، يعني تقريبا من 3-4 أيام، وده باين على البرواز، تمام. طيب هو حاليا دلوقتي الله يبارك في الأصدقاء بيفحص البراويز حضنة مغلقة أو براويز الحضنة المغلقة، هيرفعها للعاسلة، تمام. وطبعا البرواز اللي هيكون متواجد فيه الملكة هيتم طرقه في طابق التربية. طبعا هو حاليا رفع بروازين من الحضنة المغلقة للأعلى، تمام، وبالتالي بيبحث كذلك على بعض براويز الحضنة زي ما احنا شايفين. ما شاء الله تبارك الله، نلاحظ جزء بسيط جدا ومهم، ان براويز النحل الموجودة مضغوطة بالكثافة النحلية، وبالخصوص لو الأجواء باردة، وده اللي ظاهر، ده اللي ظاهر عند الأخ المتابع معانا من هولندا، تمام، إن هو نقدر نقول عنده أجواء باردة، تمام. طيب البرواز اللي هو شاله دلوقتي الملكة شايفينها متعلمة علامة بيضة، ملكة باللون الأصفر ما شاء الله تبارك الله، يعني نسأل الله يا رب يطرح له البركة، اللهم أمين يا رب. طيب البرواز ده اللي هو فيه الملكة، طبعا لو احنا لاحظنا الملكة على برواز حديث يعني مبني جديد، ده هيكون موجود في طابق التربية مش هيحركه، هو فقط كل اللي هيعمله ان هو هيرفع البراويز اللي فيها الحضنة المغلقة للعاسلة، تمام، زي ما احنا شايفين رفع حاليا 3 براويز من الحضنة المغلقة الى العاسلة، تمام. طيب هو دلوقتي البرواز اللي كان على الطرف، البرواز اللي كان على الطرف رحله لرقم 3، يعني دخله في منتصف عش الحضنة، تمام، اللي هو احنا تكلمنا اللي هو لسه مبني جديد
مبني جديد يعني مثلا تقريبا من 3 او 4 ايام تمام. هو شاله نقدر نقول من قبل الاخير، برواز ده كان قبل الاخير، وحطه في منتصف عش الحضنة تمام. هو حاليا بيتفقد البراويز زي ما احنا شايفين، عاوز يعرف هل ده برواز حضنة ولا ايه، وبالتالي طبعا لان البرواز خبز نحل اللي هو حبوب اللقاح متخزنة مع العسل تمام، زي ما احنا شايفين، لان طبعا النحل مغطي البرواز او الكثافة النحلية مغطية البرواز، فهو عاوز يتأكد البرواز ده ايه. طبعا زي ما احنا شايفين اول برواز اللي هو خبز النحل والعسل تمام. تاني برواز اللي احنا شايفينه نقدر نقول او اللي هو لسه في الخلية ده حضنة، واتوقع ان هو نقدر نقول بنسبة كبيرة حضنة مفتوحة تمام. طبعا هو حاليا بيشيل بعض الزوائد، بعض الزوائد اللي هي في نهاية البرواز اللي النحل منزلها او اللي فيها حضنة الذكور بمعنى صح، بيخربها على اساس ما تكونش عائق او ما شابه ذلك. البرواز نفسه لو احنا شفناه القوام بتاعه بنسبة تقارب من 60% تمام. انا عاوز الاخ النحل يتابع معايا، بنسبة 60% نقدر نقول يرقات حديثة او بيض تمام. والرقعة البسيطة اللي في المنتصف ديت او اللي في المنتصف وفي الجنب اللي هي الحضنة المغلقة تمام. يعني نقدر نقول ان البرواز دوت الاخ النحال اللي هو صاحب الخلية اللي هو تركه في طابق التربية ده عمل ممتاز تمام. ليه؟ عشان يعتني به النحل بصورة افضل في طابق التربية، يقوم بعملية التدفئة بصورة افضل تمام. طبعا هو حاليا بيخرب كل حضنة الذكور تمام. في ناس ضد الفكرة دي، بس انا اراها ان هي طريقة ممتازة. بالمناسبة احنا لو خربنا نقدر نقول 50% من حضنة الذكور، في جزء كبير هيعدينا. احنا ما بنخربش كل العيون، في عيون بتكون غصب عننا بتعدي تمام. طيب كده زي ما احنا قلنا برواز حبوب اللقاح رقم واحد او خبز النحل، رقم اتنين الحضنة المفتوحة والمغلقة، تالت برواز اللي هو كان مبني حديثا حطه في منتصف عش الحضنة، ورابع برواز اللي هو عليه الملكة برضو كذلك برواز حديث او برواز مبني جديد تمام. البرواز رقم خمسة طبعا زي ما احنا شايفين معانا هوت، نقدر نقول بيحتوي كذلك على حضنة مفتوحة مع حضنة مغلقة تمام، ده رقم خمسة. والبرواز رقم ستة تمام، اتوقع كذلك برضو بيحتوي على حضنة مفتوحة مع حضنة مغلقة زي ما احنا شايفين اهو، حضنة مغلقة ما شاء الله مع كذلك جزء من الحضنة المفتوحة. انا عاوز اتكلم في شيء مهم، لو نلاحظ ان الخلية نقدر نقول فيها كمية براويز من الحضنة ما شاء الله تبارك الله ممتازة جدا، تؤهل الخلية ان هو يرفع طابق تاني. ليه بقى؟ لانه هو لو ما رفعش طابق تاني او عاسلة هتطرد عنده الخلية دي، هتبتدي تمشي نقدر نقول في وتيرة التطريد. والدليل على كده ايه؟ بداية الخلية في بناء حضنة الذكور تمام. طيب الخلية زي ما احنا شايفين القوام بتاعها ست براويز تمام، ست براويز، لا يوجد اي برواز اساس في طابق التربية تمام. وهنتكلم ليه هو عمل العمل ده. هو قفل الخلية الطابق الاول ست براويز بس، حط في النهاية حاجز مصمت او نقدر نقول من اجل التدفئة، لان زي ما انا تكلمت ان هو ربما يكون عنده اجواء باردة شوية تمام. طب هيجي اخ دلوقتي يقول لي في اربع براويز اخويا محمد في طابق التربية مكانهم فارغ، ما هو هيعمل ايه دلوقتي؟ هو هيرفع العسيلة على الستة فقط تمام. طيب خلينا دلوقتي نشوف العسيلة اللي قدامنا دي. العسيلة اول برواز موجود فيها اللي هو كان العسل اللي كان في بداية الفيديو تمام، كان بيفتح التختيم بتاعه حطه جنب الجدار تمام. طيب وفي اتنين اساس كده، يبقى تلات براويز، وفيه تلات براويز اخرين حضنة مغلقة. هو دلوقتي حط اول برواز العسل، التاني حضنة مغلقة تمام، التالت هيكون اساس تمام. طب واحد هيقول لي ليه ما حطش الاساس في التربية؟ لانه رفع العاسلة على ست براويز تمام، ومش حاطط حاجز ملكي، لا يوجد حاجز ملكي، بل بالعكس هيسيب الملكة تتنقل تتجول ما بين العاسلة وما بين الطابق التربية، لانه ما فيش موسم فيض تمام. يبقى هو دلوقتي الله يبارك في الاصدقاء، البرواز الاساسي الاول وضعه ما بين اتنين حضنة
اللي هو يعتبر رقم 3 تمام، وبرواز الأساسي الثاني تمام هيضع نقدر نقول رقم 5 برضو ما بين بروازين حضنة تمام. ده مهم جدا ان براويز الأساس اللي النحال يقوم بوضعها في الخلية من أجل البناء لابد تكون ما بين براويز الحضنة، سواء حضنة مفتوحة ومغلقة أو اتنين من الحضن المغلقة. شرط أساسي لابد من وجود كثافة نحلية قادرة على عملية بناء الأساس الشمعي اللي النحال أضافه تمام. طب زي ما احنا شايفين هو بيشيل الزوائد سواء في نهاية البرواز أو في أطراف البرواز، وبالمناسبة ده عمل كويس لأن ترك الزوائد ديت نقدر نقول يعني بتسبب مشاكل فيما بعد بالخصوص في موضوع المسافات النحلية تمام. طيب نراجع ترجيعة سريعة ومراجعة سريعة بالخصوص للأخ المبتدئ اللي بيتابع معانا تمام. هو رفع 3 براويز من الحضن المغلقة إلى العاسلة، وأضاف بروازين أساس إلى العاسلة، وأضاف برواز من العسل إلى العاسلة، أصبح أن مجموع البراويز في العاسلة 6 براويز. وفي طابق التربية يوجد براويز الحضن المفتوحة ولا يوجد أي أساس، وعدد البراويز في التربية برضو 6 براويز تمام. طيب هو دلوقتي زي ما احنا شايفين الترتيب، رقم 3 أساس ورقم 5 أساس تمام، وبالتالي خلاص هيضع الغزاية جنب آخر برواز. طبعا الزوائد دي هو بيشيلها بيرميها تمام. عاوز أتكلم في نقطة مهمة جدا، هو دلوقتي هينزل الله يبارك في الأصدقاء نقدر نقول عوازل تمام، أو هيغطي الخلية تمام، وهينزل الغطا دوت لحد طابق التربية تحت. طب ليه؟ لأن لو ساب متسع في طابق التربية للنحل، النحل هينزل زايدة جنب آخر برواز، فهو هيحاول يكتم المكان الفارغ اللي موجود في طابق التربية تمام. عاوز أتكلم بصورة سريعة على ده، نقدر نقول عليه توسع رأسي. توسع رأسي، التوسع الرأسي دوت لو حد عاوز يقوم بالعمل ده لابد، طبعا انا رفعت العاسلة ديت خلينا نقول تاريخ 31 اليوم، اليوم كام؟ اليوم الاحد. اجي يوم الثلاث القادم يعني بعد مرور 48 ساعة افحص الخلية للتأكد من الاساسات ديت، النحل عمل فيها ايه، وهل النحل ابتدى يأخذ معها خطوات تقدمية ويتطور في عملية البناء، ولا النحل ما قربش للأساس نهائي، وهل تم بناء كؤوس ملكية في العاسلة ولا الأمور ممتازة. أمر لابد نأخذه بعين الاعتبار، الأمر اللي أنا أتكلم فيه ده تمام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك لجميع الأصدقاء، لو في سؤال أو استفسار مش واضح نتمنى طرحه تمام. طبعا زي ما احنا شايفين هو بينزل الغطا لحد النهاية، لحد ما يصل إلى طابق التربية في الأسفل، زي ما أنا تكلمت منع لبناء زوائد في المكان الفارغ اللي هيكون متواجد في طابق التربية تمام. أتمنى يكون الصورة واصلة للأصدقاء المتابعة معنا، لو في أمر مش واضح نتمنى طرحه، إن شاء الله يتم شرحه في البث المباشر لو في حاجة مش واضحة. مشكور كل الأصدقاء سواء بلدان عربية أو بلدان أوروبية تتواصل معنا على الواتس من أجل فائدة أكبر قدر من النحالين سواء في بلداننا العربية أو الغير عربية. هدفنا في النهاية مبدأ تربية النحل. شكرا جزيلا.